السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد معايا في القناة. كنتمنى ألقاكم دائما في أحسن الأحوال، تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بغيت نبدأ معكم سلسلة وصفات رمضانية، الله يجب ويدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة إن شاء الله بكل المتمنيات، ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي. هنايا في أول وصفة رمضانية بغيت نقدم لكم كيش، عجين سريع، عجين اقتصادي وكيكون رطب بزاف. هاش هانتوما كيف كتشوفوا هذه النتيجه ديالو. هذا هو الكيش اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله، كيجي على هذا الشكل. هذا هنايا في هذا العجين، هذا كيف قلت لكم عجين اقتصادي سريع، ما كيحتاج اننا نديروه في الثلاجه، ما كيحتاج اننا نخليه يرتاح. كيف كنعجنوه كنعمروه وكنطيبوه، كان عمره خضر يعني ما كان يحتاجوش اننا نطيبوه نوليو نخرجوه نعمروه. هذا عجين سريع اقتصادي، ما نزيدش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، ونتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداوها في هذا الكيش ديالنا هي غادي نحضروا الحشوه. نحتاجوا بسم الله في المقادير، عندي هنايا ربطه كبيره ديال البوارو قطعها رقيقه هذا الشكل، هذا عندي نص كيلو ديال الصدر ديال لاتاند مقطعه رقيقه هكا، عندي الراس ديال المعلقه صغيره ديال بودره الثوم، راس المعلقه صغيره ديال بودره البصل، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي العطريه المكسيكيه. نبداو بسم الله في الطريقه. عندي هنايا خديت هذاك البوارو اللي عندي، شعلت عليه البوطه، وغادي ندير فيه الزبده، معلقه ديال الزبده، وغادي نخليه يتشحر. غادي نبقى نخلطو هكا وغنخليه يتشحر واحد شويه. هنايا كنستمر في التحريك، فاش كنشوف بان الكوارو ديالي ولا اللون ديالهم شفاف كنزيد عليهم الملح والبزار، بودره الثوم وبودره البصل والقليل من العطريه المكسيكيه. كنخلط كل شيء، كنخلط مزيان هذوك لي كوارو مع العطريه، وكنزيد ليهم القطاع ديال لا داك اللي عندي. كنذكر انني دايره البوطه على نار مجهده باش داك الفوار وهاد القطع ديال اللبن ما يطلقوش فيا الماء ديالهم. كنبقى قبلهم شويه التحريك، وكنخليهم كيطيبو دائما على نار مجهده. هنايا انا كنفضل ما كنغطيهمش، حيت الا غطيتهم داك البخار اللي كيطلع كيرجع عليهم وكيديروا ليا الماء، انا ما بغيتهمش يطلقوا ليا الماء ديالهم بتاتا. يعني كنخليهم هكا عريانين هكا، وكنبقى مره مره كنحرك الحشوه ديالي. من بعد ما طابت هي هادي، دابا غادي نخليها تتبرد تماما ندوز نحضر معكم العجين ديال الكيش. بالنسبه للعجين ديال الكيش، عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق، نص كاس ديال العنبه ديال المدافي، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتي، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وبيضه. نبداو بسم الله في الطريقه. كناخذ الطحين بطبيعه الحال اللي كيكون مغربل، كنزيد عليه الملحه، كنزيد عليه السكر سنيده، كنزيد الخميره، كنخلط كل شيء. يعني نقدروا اننا نستعملوا ديك الخميره اللي كتكون حبوب. كنزيد نص كاس ديال الزيت النباتي، وكنخلط كل شيء على هذا الشكل هذا، حتى كيتلبس ليا داك الطحين بالزيت.
كندير هنا البيضة، وكنجمع بها الخليط. كنذكر انني كنخدم غير بالرؤوس ديال الاصابع، كنحاول نجمعها هكا بالرؤوس ديال صبعاني. بعد ما تخلطت لي البيضة مزيان مع الخليط ديال الدقيق، دابا كنبقى كنضيف المدافي غير بالتدريج، كنبقى كنجمع دائما كيف قلت لكم برؤوس الأصابع. العجينة من بعد ما جمعتها، هنايا انا قلت لكم في الاول نص كاس ديال المدافي، ولاني كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. انا هنايا اضطريت انني نزيد القياس ديال معلقه كبيره ديال الماء. نتوما تشوفوا عندكم ميزانكم، داك نص كاس تبقاو تزيدوه بالتدريج، تقدروا يشات لكم منه شويه، تقدروا تزيدوا عليه شي معلقه او جوج ديال الماء. نتوما كيف كتشوفوا دابا العجينه تجمعات، انا كنخليها غير هكا ما كندلكهاش. كيف قلت لكم راه كنخدموها غير بالريوس ديال الاصابع. دابا غادي نغطيها المدة ديال 5 دقائق أو 10 دقائق، ونخليها ترتاح ديك المدة ونرجع لكم. العجين كيف قلت لكم أنا غطيته، غادي نخليه يرتاح مدة ما بين 5 حتى 10 دقائق، الوقيته اللي نوجد فيها لاباغايا كيش. باش نحضرو لاباغايا كيش كنحتاجو هنايا 3 البيضات، كنخدموهم مزيان على هاد الشكل. كنزيدو عليهم نص معلقة صغيرة ديال الملح، ونص معلقة صغيرة ديال البزار، جوزة محكوكة، كنزيدو عليهم كاس ديال الياغورت الطبيعي، كنزيد عليهم القياس ديال 2 كيسان ديال الياغورت من الحليب. كنخلط كلشي، كنزيد عليهم 200 غرام ديال الفرماج حمر محكوك. هادي هي الكيش اللي كنحتاجو، هاد الكيش ديالنا، وهي كتخدم نقدروا نخدموها اللي كيش اللي تيكونوا اللي هكا اللي كيش كاملين، سواء حجم صغير او حجم كبير اللي بغينا. هادي هي الباي ديالنا، ها هي واجده. ندوز دابا نحضر معكم العجين. كنرش الدقيق فوق سطح العمل، ناخذ العجين اللي صابت معكم قبيله، كنحاول انني كنسرحو بالدلك العجين ديالي. هنا سرحتو كيف كتشوفو، دابا كنلوح هنا الدلك، وكناخد الماء اللي غادي نصفيه، كنسرحو فوق كنقادو هكا. فاش كنقادو كنقطعو هكا بالدلك، كنقطعو
البقايا ديال العجين كنجمعها هكا، ما كندلكها ما حتى شي حاجه، كنجمعها هكا وكنرجعها للبلاستيكة باش نولي نخدم بها عاوتاني. يعني كنبقى هاديك كنبقى كنقادو هاد العجين لي درت، كنقادو على حساب المول هذا. كنبقى داك العجين كنلبسو في المول، كناخد فرشيطه وكنثقب هاد العجين هذا كامل، كنثقبو هكا. هنايا من بعد ما قديت العجين ديالي في المول وثقبتو كامل بالفرشيطه، كناخد هاديك الحشوه اللي طيبت قبيله معكم، كنبقى كنفرغها في المول. كناخد لاباغايا كيشتهي حطت معكم، كنبقى كنطويها هكايا. كنحاول انني كنخلطها باش تبقى في الفرماج كيطلع، كنبقى كنخلط كل مره غادي نبقى نخلطها قبل ما نفرغها هنايا في الخليط. شكل كيف كتشوفوا. دابا انا كنكون مسخنه الفران ديالي على درجه حراره متوسطه، كندخل ليه هذا الكيش ديالي حتى كيطيب من التحت مزيان، وفاش كيطيب من التحت كنطفي عليه التحت كنشعل الفوق باش كيتحمر الكيش ديالي. بعد ما خرجته من الفران وهذا كيف كتشوفوا الشكل النهائي ديالو، كيجي على هذا الشكل. الكميه ديال الدقيق اللي درت بعديك البيضه وحده، والكميه ديال لادان اللي درت خرجت ليا هاد الكميه هادي، يعني كتخرج كميه لا باس بها، بيضه واحده كتخرج لينا جوج ديال لي كيش كبار، اربعه تيكون القطر ديالهم 10 ديال سنتيمتر، ولا بغينا دوك الصغار كيخرج لينا 31 واحد. يعني نقدروا هاد العجين هذا نخدموا به لي كيش كبارين هكا، او نخدموا به القوالب الصغيره ديال الكيش كما كيف كتشوفوا. الحجم ديال هذا الكيش هذا القياسات ديالو 21 على 31، وهذا فيه 11 على 35، وأربعة ديال هادو صغار ل 10 سنتيمتر. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسان ديالكم، يكون عجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه. هذا بطبيعه الحال الا كانوا كيعجبكم الوصفات والفيديوهات اللي كندير، ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.